عامر حسين قال ان اللي هيصعد السنه الجايه او اللي سوف يتم تحديد من هو من اللي هيلعب في افريقيا من خلال نتائج الدور الاول او بعد نهايه الدور الاول. طيب لو النادي الاهلي خد البطوله الافريقيه لو اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه يعني احنا معانا اللائحه ممكن نستعرضها كابتن اسلام. لائحه الكاف دي من الكاف اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي موجوده على الموقع. ان النادي الاهلي النهارده بيلعب الفاينل هي كابتن اسلام اللي هي رقم 5 طبعا اللي هي موجوده باللغه الانجليزيه، احنا هنختصر للمشاهد الكلام ده في رقم 5 ان الاتحاد المصري لكره القدم من الاتحادات اللي في التصنيف بتاعها مسموح ان يبقى فيه ناديين من عندها في دوري ابطال افريقيا. اوكي. فالنهارده العرف او القاعده بتقول ايه؟ اول الدوري بطل الدوري والوصيف بتاعه. طيب في حال ان بطل الدوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي ان شاء الله، ده معناه ان هو يبقى عنده فرصه انه يدافع عن لقبه. طيب جينا في ترتيب الدور الاول، النادي الاهلي مثلا طلع في ترتيب الدور الاول للتاني وقتها. النادي الاهلي كده كده موجود هياخده اول الترتيب. طب لو النادي الاهلي هو اللي موجود ياخده التاني معاه، مش هياخد اكتر من ناديين لان هو حد اقصى ناديين. فالنهارده النادي الاهلي في حال فوزه وتتويجه بدوري ابطال افريقيا هو موجود في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن نتائج الدور ترتيبه الاول. دور اول دور تاني دوري اتلغى يعني حتى لو في نهايه الدور الاول هو رابع يروح دوري ابطال افريقيا، هو موجود دوري ابطال افريقيا وياخده الاول، ياخده الاول ما ياخدوش التاني في نهايه الدور الاول حتى لو في حاله فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب لو لا قدر الله ما حصلش يبقى لازم نبقى موجودين من ضمن الاول يا تاني في الدور الاول، الدور الاول لان طبعا الدوري ممتد لمنتصف اغسطس. أوكي. وبنسبه كبيره الكاف لما بيجي يطلب الانديه بيطلبها في فتره شهر اوائل شهر يوليو الاتحادات عشان البطوله بتبتدي شويه متاخر، فبعض الاتحادات ممكن تطلب استثناء بالظبط حصل السنه اللي فاتت معانا. فاخرنا يعني في الاستثناء ده ايه؟ اخر يوليو اول اغسطس برضو الدوري هيكون مخلص، فهتبقى مضطر تحتكم لنتائج الدور الاول. فهنا بنطمن الناس الى حد ما ان انت يعني ما نقلقش، ولكن في نفس الوقت احنا كده بنلعب على لقب دوري ابطال افريقيا لان احنا عايزين ال 12، وفي نفس الوقت ده وفقا للائحه هي بتديك الادفانتج ان انت تبقى موجود تدافع عن ال وفي هذه الحاله ياخدوا النادي الثاني ياخدوا نادي واحد بس على حسب من الدوري ترتيب النادي الاهلي بالظبط، ياخدوا نادي واحد بس من الدوري وقتها يعني.